تفضل تعمل لنا الجلسة. صوت الجهاز عالي شوية لأن هو بيعتمد على الضغط السلبي أو سحب الجلد بالطبقة السطحية بالدهون. بتعدي بشكل رايح جاي على الرجل أو على الجسم كله. الحلو في الجهاز ده مش بيشتغل بس على الرجل، بس احنا النهاردة واخدين الجزء ده مركزين عليه. بيعدي على الجسم كله، جهاز مساج طبي. خلال شهر واحد بس من استخدام الجهاز ده بشكل 3 مرات في الاسبوع لمده شهر، يعني حوالي 12 جلسه، احنا نقدر نقول ان احنا تخلصنا بنسبه 80-90% من السيوليت، اللي هي مشكله ناس كثيره قوي في العالم العربي. جهاز لطيف بيحسن المود، بيقلل الدبريشن كمان، لانه جهاز مساج اصلا بس معمول بتقنيه عاليه جدا. فخلينا نقدر نقول ان هو نتائج مبهرة. نستخدمه برنامج الانشيب لعلاج الشكل الخارجي للجلد وتحسين سطح الجلد بزي الدورة الدموية زي ما قلنا، بيحسن الدورة الليمفاوية. كمان في كذا برنامج مختلف في الجهاز، مش بس السيولي، في برامج الجهاز في اكثر من برنامج، منهم برامج بتعتمد على لو في لوز سكين او جلد مترهل بنسبة بسيطة، لو الجلد مش مترهل اي بس في الجلد مش فورم، الجلد مش مشدود، بنعمل ايه بالجهاز ده؟ في برنامج معين بيعالج المشكله دي، بيخلي الجلد فورم تون زي جلد الاطفال. كمان ساعات بنستخدمه بعد عمليات شط الدهون، لما بكون عيانين عاملين شط دهون، بنعمل لهم الجهاز ده نقلل الورم ونحسن النتيجه ونحسن شكل الجلد. زي ما حضرتك شايفين الجهاز ما فيهوش اي وجع، ما فيهوش اي مشاكل خالص. الجلسه بتستمر حوالي 45-50 دقيقة. في بادي وير او بدله معينه كل كلاين بتاخدها بتستخدمها قبل الجلسه، تلبسها وتريحها بعد الجلسه، ده عشان الجهاز ما يشكرش الجلد بشكل احنا مش عايزينه. المهم ببدا افكر انه في كل العالم زي ما بيبقاش موضحين اي مين اللي بيشتغل على الجهاز. انا تصوري ان كل ما يكون بيشتغل على الجهاز حد عارف هو بيعمل ايه، طبيبه متدربه عارفه ازاي تتعامل مع الانسجه، ازاي تتعامل مع الخلايا، ازاي كل عينه ليها وضعها، لان هي تنحت الجسم بشكل معين لازم تكون عارفه هي بتعمل ايه. وده اللي احنا بنعمله هنا بالظبط. دكتوره شيماء شغاله على الجهاز. احب اقول ان الجهاز بيجيب نتيجه خلال شهر، ده مش زي الموجات الصوتيه اللي بيجيب نتيجه في 60 دقيقه، لا ده لازم يتعالج، لان المشكله هنا متفاقمه، جايه تعالج سنين اتكون عندها في خلال سنين، ما اقدرش اعالجه بعصا سحريه في مره واحده، لا بنحتاج 12 جلسه في المتوسط بنديه الكلام بتاعتنا في خلال شهر. زي ما قلنا الجهاز ده بيستخدم في حاجات كتير قوي، كان منها ذكرتها دلوقتي موضوع ان هو بيستخدم بعد عمليات شط الدهون. بعد عمليات شط الدهون بيحصل ايه؟ شويه تورم، شويه انتفاع، الجلد شويه بيبقى مشدود قوي عشان حصل تورم. لما بنستخدم الجهاز ده بنقلل الورم بشكل اسرع كتير. لو العينة بتفضل ورمة بعد شهر دهون اسبوعين ثلاثة، لا ده ممكن بعد 7-8 ايام العينة بتورم يقل بيبقى شكل ملحوظ، بيحسن وضع الجلد. يعني زي الدورة اللي انتهى الجلد بعد شهر دهون ببقى محتاج ايه؟ محتاج ان الجلد ينقبض. من الحاجات اللي بتساعد ان الجلد ينقبض نحسن الدورة الدموية والدورة الليمفاوية. ده اللي بيحصل بالظبط بالجهاز بنستخدمه بعد عمليات شهر دهون، لدرجة ان دلوقتي تقريبا في كل العمليات اللي بعملها في كل حالات شهر دهون انا بستخدمه كروتين بعد شهر دهون. سيبك في جمالك مرة ثانية، وحضرتك قلت ان الدورة الدموية، يعني الدورة الدموية هي اللي بتبقى في سبب او الجيل بتعمل السيوليت. ليه بقى؟ لان الجلد ده اخر حاجة في الجسم. القلب في نص الجسم، في الصدر بس هو في منطقة في الكور بتاع الجسم بيطلع شرايين توزع الدم للجسم كله. اخر طرف، اخر نقطة هيوصل لها هي الجلد. القلب يجي الاعضاء، بعدين جدار البطن مثلا، وبعدين الدهون في ايه؟ اخر حاجه هيوصل لها ايه؟ الجلد. فاحنا لو ماشيين خرطوم رفيع عمال يوزع يمين وشمال يمين وشمال، اضعف فرع فيه اخر فرع، لو جبنا شجره الشجره دي مسكنا اخر فرع فيها دي ضعيفه جدا، من كده عملتها كده هتقع، بتبقى شرايينها والاورده بتاعتها فظيعه قوي. فلو ما نشطتهاش بالمساج والتدليك او شربت كميات ميه كبيره هتبقى ضعيفه، فالدم هيبقى رايح للجلد قليل. ده الطبيعي، لان هي الاطراف زي ما في البرد مثلا اطرافنا القدمين بيتنقوا قوي، بيتقعوا قوي، دي ده ابعد نقطه عن القلب. هنا لما تلاقي حتى اهم الاورطو
يعني قريبة من القلب هي مسافة بتمشي. كل ما تكون جنب الجدر الفرع بيبقى قوي. كل ما تبعدي عن الجدر الفرع بيبقى ضعيف. طب هل ده معناه ان في بعض الامراض او بعض الناس ما ينفعش ان هم يعملوا القلب دي؟ خالص ده غير مساج. مساج طبي لازم هو مساج بس ما ينفعش يتعمل بشكل مساج من غير البشر اللي يعملوا. لا 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 خالص يعني انت ممكن تنحفي بيه الجسم يعمل بيه. الناس ساعات ما عندهمش مشكله شديد بس ما عندهمش وسط. طب انت صغيره في الجهاز ما عندهاش وسط بنحط لها وسط. ليه؟ لان هو مش بس بيحسن دوره الدمويه ولا بيحسن السلوليت. لا هو في كمان ميزه مهمه قوي ان بيعيد ترتيب الخلايا الدهنيه السطحيه وبيحسن علاقتها بالجلد. كلام صعب قوي. يعني تخيل معايا 8 كوره بينج بونج حطيتهم في كيس وحطيتهم في جيب الجاكيت. فهو شكل الجلد مكون وارتبتهم اربعه وفوقيهم اربعه. اعدت ترتيب الخلايا الدهنيه. فده شكل لطيف ويقلل الحجم كمان. احنا من الحركه وعدم انتظام الرياضه وما بنمارسش ونقعدش كويس وما نمشيش كفايه الدهون تحت الجلد بقى متلخبطه. تبقى خلايا مدوره كده. جبنا مره برزنتيشن عملناها هنا منعكشه. لو رتبتهم صفين تحت بعض تحت الجلد فوق بعض يعني تحت الجلد مباشره هيقل حجمها وفي نفس الوقت هيدي الشكل اللي انا عايزه. انا زي كوره بالمجرس بضغط بالجهاز في نقطه معينه احرك كوره من هنا. اطلعها فوق شويه انحط وسط انحط. لو عندها مشكلة بسيطة في الجانبين مثلا في الأرداف ممكن نعملها. عندها تهدي مثلا منطقة الهانش ممكن نرفع الهانش شوية. كل ده بالـ LBG. عشان كده في الأول كنت حطيت خطين في كلامي حاولت لازم يتكلموا حد متخصص. الـ LBG ناس كتيرة بتجي تقول أنا عملت الـ LBG مش عايزة أنا ما بعملش حاجة. أتحدى إن أنا ما بعملش حاجة. لا بيعمل لو عرفت نشغله صح ونجيب منه نتيجة صح. هي دي الفكرة. طيب معانا تليفون. ألو ألو اتفضلي. سمعت عايزه اسال الدكتور على حاجه. اتفضلي. دكتور معلش انا كنت بسال بس عن نيلي سيرفي. انا كنت شفت الحلقه اللي فاتت. فانا كنت انا والده قوطاني برضه في بطني فيها ترهلات فظيعه. وكنت عايزه اسال هل هو ليه اثار جانبيه؟ يعني انا كنت سمعت ان لو في العيله في مرض الكانسر ما ينفعش معاه نيلي سيرفي يعني. وانا دلوقتي برضه هل ممكن اعمله دلوقتي ولا بعد ما اخلص رضاعه؟ بس هو في بس انا عايز اعرف هل يعني انا لو عملته هرجع تاني هيرجع في مناطق تاني فيها ترهلات فيها تراكم دم تاني ولا لا؟ اوكي. من شكرا قوي. نرجع للحلقه اللي فاتت. نرجع للحلقه اللي فاتت حضرتك سالتك الاسئله الاولانيه انه بيجيب سرطان ولو في فاميلي هيستوري او تاريخ مرضي في العيله عن وجود سرطانات. الماده اللي بنحقنها دي ماده صويا بروتين الصويا بروتين نباتي ليس له اي علاقه بالسرطانات حتى لو في فاميلي هيستوري حتى لو في تاريخ مرضي. ان العيلة دي في حد فيها سرطان مفيش ما يمنعني على الاطلاق من ناحية الصويا. حضرتك ممكن تحلميها ممكن تشربيها. وممكن في ناس دلوقتي بتشبه بالصويا. فمش شايف مشكلة خالص على مسؤوليتي الشخصية حقن اذابة الدهون. مادة البي بي سي اللي احنا بنحقنها ليس لها اي علاقة بالسرطان. سرطان حضرتك كان موضوع الرضاعة. هو انا شخصيا ما بفضلش احن اثناء الرضاعة. لان في احتمال لو 1% يروح شوية الكفة هيخسسه. طب ليه يعني؟ مش مطلوب خالص ان احنا نحن اثناء الرضاعه لكن تنتهي من الرضاعه بقى انت شرطينا. الحاجه الثالثه طب هي هترجع تاني. دي متعلقه بمبدا اكتشفوه الطب من حوالي 100 سنه اللي هو ايه؟ مفيش تجدد في الخلايا الدهنيه بعد سن البلوغ. يعني لحد سن البلوغ احنا بنزيد في الوزن عن طريق زياده عدد الخلايا الدهنيه. بعد سن البلوغ العدد بقى ثابت. بمعنى لو النهارده عملت فوق الشفط عشان كده اخترعوا الشفط. لو عملت بشفط عملت بالترا ساوند عملت بحقن كسرت خلايا دهنيه او في الشفط باخدها اخرجها بره الجسم. في المنطقه دي مش هترجع خلايا دهنيه تانية لان هي دي الفكره. لو الشفط لو في تجدد في الخلايا الدهنيه بعد سن البلوغ كان شفط الدهون ما اكتشفوهوش العلماء ما ينفعش انا هشفطه بعد بكره هيرجع مكانه تاني. حضرتك فاهمني؟ فهو مفيش تجدد للخلايا الدهنيه بعد سن البلوغ. لكن ممكن الجسم كله يقول لك يعني في ناس برضه بتقول لي ايه؟ انا ما شفطت من بطني كتافي بدات تملى لما حقن في بطني. لا لا هي نظريه معجون السنان بدات تحت تطلع فوق. لا هي القصه مش كده. القصه انه حصل تناسق. كنت الاول حضرتك لما بتزيدي في منطقه واحده ولتكن منطقه البطن. لما بنشفط من البطن او بنحقن حقن اضافه الدهون للبطن ما فيش ميمنع ان تزيدي بشكل متناسق. فهتبتدي تلاحظ ايه؟ لما كنت بزيد كيلو كنت بزيد منه 900 جرام في بطني و100 جرام في الجسم كله. احنا لغينا النسبه دي خليناها 100 جرام في بطنك و100 جرام في فكتك و100 جرام في الساقين. فبقت تلاحظ ان الجسم كله بيزيد بشكل متناسق. سؤالك بترجع تاني؟ لا ما بترجعش تاني. ما هو تليفون؟ الو؟ 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 ايوه مساء الخير. مساء النور. اتفضلي لو في سؤال الدكتور. دكتور لو سمحت
دكتور لو سمحت كنت عايزة أسأل عن عملية شفط الدهون. هل هي فيها خطورة زي احنا ما سمعنا ولا هي حاجة عادية؟ في أي سؤال تاني؟ أيوة، وكنت عايزة أعرف حاجة، إيه الوزن المثالي ليا؟ يعني أنا حاليا الفترة اللي فاتت يعني جسمي زاد شوية. انت طولك قد ايه طيب؟ 67 سنتي. نعم؟ 167 او 168. 167 او 168. اوكي. فانا وزني دلوقتي بقى 97 كيلو او 98. 48. 98. انا بحاول اعمل تمارين، انا كنت 100 خسيت 3 كيلو في 10 ايام. ماشي اوكي. أول سؤال هو الشفط هل هو عملية عادية ولا الشفط عملية بسيطة جدا، بنفتح فتحات صغيرة أوي في المكان اللي احنا عايزين نشفط منه، بندخل أنبوبة قوية أوي نطلع الدهون بره الجسم. القصة دي اتعملت، دي أكثر عمليات شيوعا على مستوى العالم، من كل يوم من طلوع الشمس لغروبها في العالم كله، دي أكثر عملية بتتعمل في العالم كله هي عملية شفط الدهون على مستوى التجميل طبعا مش من مصر، وبالتالي هي ملهاش أي مشاكل، عملية سهلة وبسيطة جدا. بينما دلوقتي بنعملها ترند بين الموضوع، ما بنحتاجش في اغلب الاحوال ان احنا نيجي بين كله عشان الناس بتخاف من البين. لا معاهم حق. بس احنا حتى البين ما بقاش بنجيها بين كله، بنعملها بين الموضوع. السؤال الثاني كان؟ الوزن المثالي ليكي كام؟ الوزن المثالي اكيد انت محتاجه طبعا تنزلي عن الوزن، كل ما بتنزلي وزنك اكتر كل ما بيبقى ده افضل. 97 كيلو 100 بقت 97 ماشيه في طريق هايل، نزلت 3 كيلو في 10 ايام، يعني اعتقد انك ممكن تنزلي في الشهر 6-7 كيلو، ده هايل، استمري لحد ما بوزنك في الستينيات، يعني انت لازم في الستينيات كده تلعبي في مكان الستينيات، هيبقى جسمك حلو قوي. ده رايي. طبعا مشكله دكتور هاني جدا، يعني الدهون دي صعبه جدا، والمره الجايه بقى هناخد متهيألي الدهون العميقه بقى. احنا خلصنا المتوسطه والسطحيه النهارده، والمره الجايه نتكلم عن الدهون العميقه. يعني تتابعينا علشان كده نبقى ماشيين مظبوط. ونشكر دكتور هاني نبيل عضو الاكاديميه الامريكيه لجراحه التجميل، وطبعا الجمال مهم جدا ليكي سيدتي، من يعني زي ما هو في الاكل والشرب والجراحات، يا ريت ان احنا نبتدي كمان ان احنا نهتم بالوجه، نهتم بصحتي، نهتم بجماله، ونهتم كمان بالمكياج. ايه رايك نشوف الجديد في عالم المكياج الفتره الجايه؟ ونعود لكم.